التي تركب مفصل الركبي. هذا هو مفصل الركبي عن قرب. تفضلوا لكم نظرة موسعة لنشوف نحكي عن شو ممكن تكون المشكلة، شو الأعراض وشو العلاج بنفس الوقت. أول شيء زي ما أنتم شايفين من الخارج، في عنا في المنطقة الأمامية اللي هي العضلة الرباعية. العضلة الرباعية بتيجي فوق مباشرة فوق مفصل الصابوني أو عظمة الصابوني، وهاي العظمة بتشكل تجويف في عظمة الساق، في عظمة المفصل في هاي الحالة. وهذا التجويف بيكون يسهل عملية الانحناء والانبساط لهذا المفصل. في حال كان عندي خشونة معناته في عندي يا إما عملية هشاشة في هذه الغضاريف اللي بتحيط هذه العظام وهذا المصرة، أو بيكون في عندي كلة إفراز للسائل المفصلي الزيتي اللي هو بيعمل عملية لزوجة في الحركة وسهولة، أو بيكون في عندي مشكلة في عضلات الرباعية من الرجلين، بحيث إنه يكون في عندهم فيهم ضعف كبير، وهذا الضعف بيؤدي لضغط أكثر على هذا المفصل واحتكاك أكثر للمفصل. العلاج بده يكون طبعا في أخذ شوربة العظام مع الكركم مع الفلفل مرتين لثلاث مرات في الأسبوع ككولاجين ومحسن لزوجة المفصل وليونة العضلات والأربطة، ومسرع في عملية التئام التمزقات اللي ممكن تصير في مفصل الركبة من ناحية تهتكات الأربطة. بدنا كولاجين، بدنا جلايسين، بدنا الأحماض الأمينية، هذه بدنا مع شوربة العظام. هاي أول وصفة. تاني وصفة طبعا حكينا إنه الحركة بركة والحركة تزيد للمفصل. الموشن إز لوشن، موشن إز لوشن، يعني في هاي الحالة بدي أحافظ على إني أظلني أحني المفصل بزاوية كاملة، وأرد أفتح المفصل عن طريق تمارين مثلاً البايك، البسيكليت، الدراجة الهوائية الثابتة في البيت، أو عن تمارين وأنا قاعد على الكرسي وأظلني أبسط إجري، فقط إني أعمل هاي الحركات وأزيد من لزوجة المفصل هذا وأخفف من الخشونة وأزيد من الزاوية اللي ممكن أحني فيها اللي هي تقريباً 100 فوق 90، يعني هاي 90 درجة واحنا جالسين. اذا بدنا ننزل 100 110 120، هذه الوضعية وقت السجود. في الوضعية بتكون وضعية المفصل الركبي. فالتمارين، التمارين لازم تنعمر مرتين مدة شهر شهرين ثلاث اربعة. هلا هذه الثلاث اربع شهور من الامتناع عن عمل الحركة الكاملة للمفصل زي ما ربنا خلقه، لأنه ما في موانع جدية إنه ما نحنيه، سببت زيادة في الخشونة، زيادة في التصلبات، احتراء الغضاريف. بمجرد ثبتت الحركة لزاوية 90، كأني مجبسن إجري لزاوية 90. هلأ المشكلة كمان الثانية اللي حنواجهها إنه أي حركة بعملها هيك ولا هيك بالغلط وتثني إجري شوية، شو بصير عندي؟ بصير عندي تهتك في الغضروف، لأنه صار كان هش لعدم الحركة. التثبيت بيعمل هشاشة، هشاشة في الغضاريف، هشاشة في العظام، هشاشة في الأربطة. بعد عملية التثبيت لأني ما حركت وخفت ومش عارف إيش لفترة شهرين ثلاث، بصير في عندي أي وقعة، أي مشي غلط، أي حركة غلط، أي ثانية لا إرادية بشكل غلط، بصير عندي طوالة تمزق كبير. فعشان هيك ضلكم تحركوا. طيب بضل عنا العظام نفسها بحد ذاتها. شايفين هاي العظام؟ هاي حجمها الطبيعي المفروض يكون عليه، يعني المساحة عريضة وكبيرة لمفصل الركبة. أساس كل ما زادت المساحة تاعت المفصل كل ما زاد قوة التحمل. لما يصير في عندي هشاشة في العظام، لما يصير في عندي هشاشة في العظام
بتزيد بزيد حجم المفصل بزيد، وبصير في عندنا نتوءات عظمية تحاول تبني المفصل وتكبره من تحت ومن فوق. وكمان هاي الظاهرة بتظهر الاستوفايت حوالين المفصل بعد عملية الاحتكاك، إذا صار في احتراق في الغضروف واحتكاك في حالة بتصير تتجمع ويكبر حجم المفصل لأكتر، وهذا بسبب احتراق أكتر وتغيير لكامل ميكانيكية المفصل بشكل تام. فإذا في عندي هشاشة، إذا شو بدي أعمل؟ نفس المبدأ، هشاشة العظام كإرجاع زيادة نمو العظام، بدنا شوربة العظام، اللحوم، الكبدة، التغذية الصح المبنية على البروتينات، المبنية على الأحماض الأمينية، هذه اللي حتركب وتساعد العظام على بناء نفسه، بحاجة للكلس، بحاجة للمغنيزيوم، بحاجة لكل عدم الوجود الاهتزاز حركة المفصل وتثبته بشكل ثابت بحركة اللي نقدر نتحرك، وهذا المشد بشد بسد شوية عن الأربطة المتمزقة، عن الأربطة اللي من الخلف اللي مش مثبت العظام على بعض، يعني أقل ما فيها برص العظم وهالعضلات مع بعض هيك وبيمسك المفصل بشكل جيد. وهذا لازم أحطه كل ما بدي أمشي وأتحرك، مش وأنا قاعد على الكرسي. وأنا قاعد على الكرسي إيش بدي فيه المشد؟ أنا مش بحاجة لمشد. الجلوس، وضعية الجلوس ما في مشكلة في ثبات المفصل، المشكلة لما بدي أجي أوقف. فإذا أنتوا مش من اللي بيمشوا بتحركوا، إذا ما بدكم خليكم قاعدين وخلص، وهيك بتصير المضاعفات. وأكتر شيء بخوفنا من عدم ثبات المفصل، اللي هي عدم ثبات المفصل، هذا اللي بخوف، لأنه عدم ثبات المفصل هيعمل تهتك في الأوردة، ممكن يعمل لي نزيف، ممكن يعمل لي قطع للأعصاب، قطع للأعصاب حكينا في العصب من الخلف، العصب الوركي، ومن العصب الوركي فوق مفصل الركبة بعشرة سنتي أو تمانية سنتي بتفرع عصب من العصب الوركي وبروح للمنطقة الأمامية، المنطقة الأمامية اللي هي بتيجي من منطقة الركبة الخارجية، المنطقة الخارجية في الركبة بمر منها هذا العصب اللي هو الديب برينوال نيرف، وبتفرع لعصب تاني سوبرفيشال برينوال نيرف. المهم انه هذا العصب بيكون على الجنب الخارجي مسراه من مفصل الركبة، وبيجي على المنطقة الأمامية من الرجل. إذا صار في عندي تخلخل في مفصل الركبة، إذا بصير في عندي شد على العصب هاد، وهذا بيؤدي ل ضعف في العضلات اللي بترفع القدم للأعلى، يعني بيجوز يكون يصير عندي سقوط في القدم ناتج عن ضعف العضلات اللي بترفع القدم للأعلى وأنا ماشي بسبب انحصار أو ضغط أو تهتك في العصب اللي جاي من العصب الوركي ومغذي هاي العضلات. لا فيكم ولا في المفصل اللي زرعته، لأنه العملية حتكون فاشلة إذا لم تتم عملية تأهيل وعلاج طبيعي للمفصل. شكرا لكم، تحياتي دكتور محمود الصوص، دكتوراه في العلاجات الطبيعية من 1999، باحث وناشر في مجالات العلاجات الطبيعية في مختلف المجالات التأهيلية، سواء العظام، المفاصل، الأربطة، الجهاز العصبي، ألم العمود الفقري، كلها حالات بدها تأهيل، بدها إعادة بناء من أول وجديد وإعادة ترتيب. مهمتنا هي إعادة الترتيب، ولاحظكم أنه هاي كل العمليات تقام بيتيا فقط عن طريق المتابعة، وتشوفوني شو بحكي من تمارين ووصفات، وما إلكم إلا تتبعوا كل هاي الوصفات. كل ما زدتوا من الوصفات، كل ما أي وصفة بنحكيها حركية غذائية أي شيء بتعملوها، كل ما زدتوا من الوصفات بتزيدوا من سرعة الشفاء. هاي على المضمون.
الجهاز الحركي كله بيشتغل على كل ما أعطيته أكثر، كل ما أعطاك أكثر، كل ما قوي أكثر. العضلات كل ما ضغطنا أكثر كل ما قويت أكثر. العظام كل ما ضغطنا وكبسنا أكثر ومشينا أكثر وضغطنا أكثر وتحركنا أكثر كل ما صار فيها نمو أكثر. يعني هو والغضاريف نفس المبدأ، بدون حركة ما في نمو. يعني كله بيعتمد زيادة الحركة والوصفات بتزيد النمو. انتو همتكم في هالحالة، بس يركنوا لي على وصفة وصفتين وحبوب الرشاد.